فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو ضابط التخفيف في الصلاة؟ ضابط أن يكون تخفيفا مع الإتمام، أن يأتي بالواجبات، أن يأتي بالواجبات ويطمئن، لا بد من الطمأنينة والإتيان بالواجبات في الصلاة، الأركان والواجبات، لا بد من الإتيان بالأركان والواجبات. أما السنن فهي تكميلية، إن حصلت فهي تجميل للصلاة وزيادة أجر، وإما حصلت فالصلاة صحيحة. نعم.